أهلا بكم من جديد مشاهدي صدى البلد. ارتفعت أسعار صرف الدولار على مدار تعاملات الأسبوع، بينما تراجعت أسعار الذهب محليا على الرغم من ارتفاع أسعاره عالميا. تفاصيل كتير عن مستجدات أسعار الدولار في البنوك المصرية وأسعار الذهب بمختلف أعيرته في هذه التغطية المباشرة، خليكم معنا. سجل سعر الدولار اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي حوالي 24 جنيه و70 قرش للشراء و24 جنيه و79 قرش للبيع، مقارنة بسعره يوم الأحد الماضي 24 جنيه و77 قرش للبيع في بداية تعاملات الأسبوع. بكده مشاهدينا يكون ارتفعت أسعار صرف الدولار بقيمة قرشين أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر على مدار تعاملات الأسبوع. بالنسبة لبنك مصر والبنك الأهلي، سجلت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم فيهم حوالي 24 جنيه و66 قرش للشراء و24 جنيه و71 قرش للبيع. كان أعلى سعر صرف للدولار هو بنك مصر في أبوظبي الإسلامي، حيث سجل فيه سعر الدولار أو الجنيه المصري 24 جنيه فاصلة 74 قرش للشراء. أما عن معظم البنوك اليوم، فوصلت أسعار الدولار مقابل اليوم الجمعة في هذه البنوك المذكورة قناة السويس والإمارات دبي الوطني وبنك بلوم والتنمية الصناعية وبنك أبوظبي التجاري والمصرف المتحد وبنك الاستثمار العربي وبنك HSBC وكريدي أجريكول والمصرف العربي الدولي، سجل حوالي 24 جنيه و67 قرش للشراء و24 جنيه و77 قرش للبيع. أما مشاهدينا عن بنك قطر الوطني والتجاري الدولي وميد بنك، سجل فيها حوالي 24 جنيه و70 قرش للشراء و24 جنيه و77 قرش للبيع. بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات اليوم الجمعة في بنك الكويت الوطني حوالي 24 جنيه فاصلة 71 قرش للشراء و24 جنيه فاصلة 77 قرش للبيع. مشاهدينا، كان في منتصف الشهر الجاري قد رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي بمعدل 50 نقطة أساس، أي ما يصل إلى 4.25 ل 4.5%، وده للمرة الرابعة على التوالي. أما عن أسعار الذهب محليا، تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 30 ديسمبر من محلات الصاغة على مستوى جميع الأعيرة، وسجل سعر جرام ذهب عيار 24 للبيع 1794 جنيه، أما عن سعر الشراء 1829 جنيه، وبلغ سعر جرام ذهب عيار 22 للبيع 1645 جنيه، أما عن سعر الشراء 1676 جنيه، وعيار 21 سجل للبيع 1570 جنيه، أما عن سعر الشراء 1600 فقط. عيار 18 سجل للبيع 1346 وللشراء 1371 جنيه فقط، وعيار 18 أيضا بلغ حوالي 1047 للشراء و1067 جنيه للبيع. سجل عيار الذهب 12 أيضا 897 جنيه للشراء و914 جنيه للبيع. وطبعا هنتكلم عن سعر الأونصة الواحدة للبيع 55.802 للشراء و 56.869 جنيه للبيع. بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 12560 جنيه للشراء و 12800 للبيع، بينما بلغ سعر كيلو الذهب للبيع 1,794,286 للشراء و 1,828,571 جنيه للبيع. بالنسبة لمصنعية الذهب، طبعا كلنا عارفين ان بتختلف اسعار الذهب من محلات الصاغة لمحل اخر، ووفقا ايضا لقيمة المصنعية على حسب المنطقة وعلى حسب تواجد المحل. بتتراوح مشاهدينا قيمة المصنعية ما بين 30 ل 65 جنيه، وبتتراوح ما بين 7% ل 10% من سعر جرام الذهب بحد اقصى طبعا من قيمة الجرام الواحد، وايضا باختلاف محلات الصاغة وباختلاف محافظة لاخرى ومن تاجر لاخر.
نتكلم مشاهدينا عالميا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة على الرغم من أن الأسعار تتجه لأكبر خسارة سنوية ثانية على التوالي، لأن أضعف رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بشدة جاذبية السبائك التي لا يكون لها بالتالي أي عوائد. وارتفع الذهب في السوق الفورية حوالي 0.2% من المية إلى 1818.64 دولار للأوقية أو للأونصة الواحدة عند الساعة 3.9 بتوقيت جرينتش. هبطت أيضا العقود الأمريكية الأجلة للذهب بحوالي 1% من المية إلى 18.420.60 دولار. مشاهدينا دي كانت آخر مستجدات أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، وكذلك سعر جرام الذهب بمختلف الأعيرة. طبعا مشاهدينا لسه متابعين معاكم كل جديد، بشكركم على طيب المتابعة. كانت معاكم رنا العويدة، للقاء.